هلبية العسل بالبسكوت. بنحتاج لكوبين حليب، 3 ملاعق كبيرة نشا، ربع كوب عسل، وملعقة كبيرة ماء الزهر، وكمان نحتاج ل 12 قطعة بسكوت و 25 جرام زبدة وفستق حلبي مطحون وعسل للتقديم. شوفي كتير مكوناتها بسيطة. ما حبيت حتى انكيها زي المهلبية العادية، انا عادة المهلبية العادية بحط لها مستكة، بحط لها ماء الزهر، اوكي خليت ماء الزهر، بس لانه العسل كتير طعمته قوية، فالعسل من المنكهات القوية، ما بدك تزيدي عليه كتير منكهات. هلا اللي بدنا نعمله ميس انه كل شيء على البارد. رح نبدا هون، عندنا 2 كاسات حليب. هون عندنا 3 معالق نشا، هدول بنبدا فيهم اول شيء بنحركهم. خليني انزل باقي النشا. بنحركهم كتير منيح على البارد، وبعدين بنرفعهم على النار، بنحطهم على النار، وما بنحط المنكهات لاي اصلا مهلبيه الا بالاخر، خصوصا ماء الزهر، لانه ماء الزهر بالطاير يعني ببطل النكهه فيه قويه. فهلا نحركهم بالوسك. طيب شادي منسي، ام عاطف المنسي، بتقول ديما بصير نحط بهارات الباربيكيو على البرياني؟ يعني غيرتي نكهه الاكله على الاخر. هلا هي بهارات الباربيكيو كثير طيبه مع الرز ومع الدجاج ومع كل شيء، بس رح تبطل النكهه برياني، يعني هي البرياني بهاراتها تختلف كليا. اوكي بس يعني ممكن تكون انت هيك اخترعتي اكله، جربي قولي لنا اذا زاكي. من استراليا عم بتابعكم وما بتصدقوا شو مخففين الغربه علينا حبيبتي، بنحس حالنا على تواصل مع عمان بسببكم. يعني قد ايه بكون انا على فكره، انا كثير مبسوطه انه هيك على هاي على هذا الكلام. حلفنا تبكي عجب بتاثر. طبعا طبعا، شو ما بتاثر هيك انا حكيت على لك المغتربين. انا حكيت لك الحمد لله لما طلعت على دبي كان عندي شغل، اللي اجوا حضروني يعني 3/4 كانوا المغتربين اللي بالامارات. يعني لما كلهم يجي يقولوا لي انا من الاردن، انا من الاردن، كثير يعني وعرفوا جيزانهم على جوزي وقعدنا مع بعض شوي، كثير انبسطت معاهم. فما بتصدقي قديش نسبه المشاهده بالامارات عندنا كثير. صح. طيب وفي عنا عم تسألك نفس الشيء، هي سديل زواتي اسمها من أستراليا، بدنا سديل أفكار. بعرفها أشوفها سديل، طبعا بعرفها سديل. كيفك سديل؟ منيحة أنت، كيفك؟ كانت تعلمني رياضة. والله هي انستراكتر كانت بالجيم. الله الله شاطرة كتير. بس شو عم تعمل بأستراليا؟ هاجرت، تجوزت. بسلم عليك كتير كتير، منع لك كل التوفيق يا رب. طيب بدها أفكار لبواقي الدجاج. حاضر، رح نعمل إشي هيك قبل رمضان برضو، إنه الأكل اللي بتزيد معك شو تعملي فيها. هو عادة بواقي الدجاج بتقدر تعملي فيه سندويشات، بتقدر تعملي فيه فتة دجاج، بتقدر تعملي فيه شوفي، هو سندويشات الدجاج أسكى شيء، بتقدر تعمليهم على نكهة باربيكيو أو تعمليهم مسخن. إذا الدجاج ما إله نكهة معينة بالشوي، يعني إذا أنت شويتيه مثلا بنكهة كتير غريبة ما حيزبط طبعا تعمليه مسخن أو فتة، فحسب بإيش أنت عاملتي. كثير مهم. راما عليان، صباح الخير ميس وديما، شكرا دائما بتابعكم، بتمنى تقرأوا تعليقي. اهلا فيكي. هلا رح احكي شوي عن البسكوت. البسكوت هو هذا النوع، هذا النوع هو المستطيل، مستطيل بغض النظر عن الاسم يعني، بس هو هذا النوع يعني، مش الدايجستيف قصدي. اللي عملته انه برضه حطيته على محضرة الطعام، عملته بودرة هيك وخلطته مع شوية زبدة كيف لما بنعمل تشيز كيك. هيك بدي أفركهم معاهم شوي. عادة بحط الزبدة معاهم على الجهاز من الأول، بس اليوم بتخليني أفرجيكم. عنا ملاعق صغار إحنا، مش عارفة هلأ في هون الكبار هدول، بس الصغار مش متأكدة. خلينا نضلنا نحرك. المهلبية بلشت تسخن عشان ما تلزق معنا والنشا ما يلزق. آخر فرصة. آخر فرصة. ممكن تلاقي هون. شفتي لآخر فرصة شو بتعمل؟ والله لقيتي، شايفة؟ never too late. هلأ هيك صار البسكوت مع الزبدة، يعني هلأ لو بنمسكه بلزق. بقدر أخذ واحدة؟ طبعاً. وأنا ليه بدي يكون شوي بلزق؟ بدك أحط لك كمان عسل على الوش؟ هي فيها عسل جوا. لا خلص. ليه بدي إياها تكون هيك؟ لأنه بدي أثبتها بالكوب من تحت ما تتحرك يعني. طعمة العسل كيف فيها؟ شحي. شفتي كيف؟ إنه أولاً خفيفة كتير طيبة، يعني غير عن اللي بالسكر. هلأ الإشي الوحيد اللي مدسمها شوي هو البسكوت، بس تقدروا تحطوه يعني بدون الزبدة لو بدكم تخففوا، بس هو أكيد أسكب الزبدة. هلأ إحنا حكينا رح نحط سكر؟ لا من دون سكر أبداً. هلأ بس تغلي شوي المهلبية، بنزل عليها العسل. هاي بلشت، بنزل عليها العسل وبنزل عليها ماء الزهر. بتكون خلص، خلصت. أوكي يعني اللي
اللي خايف على وزنه او عنده امراض كثير منيح بعدين انه وعسل يعني مفيد مفيد جدا. بتعرفي هذا للاولاد الصغار عن جد مفيد لانه كثير احيانا الامهات بتغلبوا. صح انا اكلوه حبوه بناتي مع انه ما توقعت لانه مش كثير صحبه مع العسل هم اصلا اجمالا. طب هلا شوفي مش كثير قويه العسل. شوفي كيف ميس بلشت تتكاثف معي، شايفه كيف صارت سميكه. هلا بنزل عليها العسل وراسا خلص يعني ما بنخلي المنكهات فتره طويله وما بنكتر وبتحطوا العسل كمان حسب الرغبه. يعني انت كيف بدك حلاوتها؟ اول مره عملتها مثلا بعت لامي منها قالت لي حلوه زياده فخففت العسل، يعني هذه العسل حسب الذوق. لانه امك كثير حلوه. يا الله يسعدك يا حبيبتي الله يخليكي. فاذا هلا هي ماء الزهر دائما زي ما قلت لكم بالاخر بنحطه حتى تضل هالنكهه فيه وشلنا. وعلي بقول لك بناتك عسل. الله يسعدك يا علي ويخلي لك حموده. هلا هيك شايفه الكثافه هي ممتازه. هيك بدي اياها. بنشيلها. بنبلش نطبق في المهلبيه. مهلا انت بدك تاكلي ولا تدوقي؟ لا بدي اكل جوعان. بدها تتغدى مهلبيه ميس. بقول مالهم. بس يعني عن جد بنصحكم فيها. ممتازه. كثير عجبتني فكره العسل فيها. طيب هلا رح نحط. ما احلى الكاسات. بحبهم. فكره كثير حلوه. بحب حجمهم. بتحطوا شوفي برمضان الواحد ما بيقدر ياكل كثير. صح. فدائما بنحط هالصحون وهالجاطات وهيك، لا الواحد يعمل كميات بسيطه صح لانه لقمه وخلص بشبع. شو خلاص خلصتيهم يعني؟ لسه لسه شوي. طب طولي بالك اروق اكثر. طب انا ما دقتها، لازم ادوقها عن جد اذا بدها إشي. لا اللي على النار قصدي. شوف الحلاوه حسام الشرفات خبرينا عن الطعم إبداع يعني. هلأ لازم أفرجيكم كمان الكثافة للمهلبية أو البشاميل أو الكاسترد أنا كيف بحبه. حفظتي أظن ما يصبرته. هلأ شو رح أعمل؟ طبعا أصبعي أنا. أيوة بتعملي هيك. فقدت الإحساس فبعمل هيك ما نخلطه. هاي هي الكثافة خلص الصح. هذا بدنا إياه. إذا رجعوا مسكوا على بعض معناته بدها كمان. يا نشا زيادة يا غلي زيادة. حلاوتها ممتازة أحلى من هيك بتبطل زاكية. فتقريبا يعني ربع كوب للكوبين الحليب. طبعا أنا هلأ زي ما أنتم شايفين هاي الكمية عملت لنا الأكواب الصغيرة. لو بدكم تعملوها كمية أكبر بدكم تضاعفوا الحليب، تحطوا 4 أكواب وبصيروا المعالق النشا بدل معلقتين 6 معالق نشا. طبعا بيضلوا العسل حسب الرغبة. خليني أكبسهم شوي في إيدي. ميس الجلودي، ميس اقرأي تعليقي، أنا أختي اسمها ديما يعني ديما وميس. الله ديما الله ميس نيالكم والله. الله يسعدك ويسعدها وسلمي لنا عليها. طيب يلا اتصال معانا زهور. صباح الخير. Hello. زهور أهلا يا زهور. هلا حبيبتي يا صباح المهلبية والعسل. يا أهلا وسهلا فيكي. والله هيك حلو على الوجع. شو أخبارك؟ تمام إن شاء الله منيحة الحمد لله. أنت كيفك؟ والله الحمد لله مشتقت لكم. شو اخباركم؟ الحمد لله بالف خير. تفضلي. الحمد لله. اصبح على ديما. طبعا يسعد هالصباح يا رب. وصباحك حبيبتي كيفك شو اخبارك؟ والله مشتقت لك يا زهور. انت شو الاخبار؟ والله الحمد لله تمام هينا وانا كمان مشتقت لكم كثير حبيبتي. يلا كل سنه وانتم سالمين. عطلوا المدارس وين الحمد لله الحمد لله. حبيت اصبح عليكم واسلم عليكم على جميع طاقم رؤيا والمخرج علي، وبدي اتمنى لمخرجتنا كمان ليلى الفتيان ان شاء الله يا رب ترجع بالسلامه وبالتوفيق. الله يخليك يا شكرا حبيبتي. كلك ذوق زهور. كلك ذوق. مبسوطين بسمع صوتك. شكرا لك. ايمان السعفين، حنان سالم، ميس اعطي تحيه لحوده وميار وخلوده ولرهمه. هذول يعني مدلعتهم هي صح؟ اكيد يمكن. حنان سالم انا بحبكم عن جد واحنا والله عن جد بنحبك. الله يسعدك يا رب حبيبتي. يا صباح المهلبيه بالعسل حلو. آية الحمود، صباح الابتسامه الحلوه. يسعدك حبيبتي. روان شوقي اهلا وسهلا. علا لطفي، طريقه تشيز كيك وسلام خاص لديما. الله يسعدك. هلا التشيز كيك يا حبيبه قلبي مبدئيا في لي 15 وصفه على موقع رؤيا تشيز كيك. فاي واحد اي رقم اي يعني كراميل، فراوله، مخبوزه بارده، ايش ما بدك، شوكولاته، يعني كله معمول. فعشان هيك انا حاليا ما عم بعمل مع انه لسه عندي كثير وصفات تشيز كيك، بس اي شيء بتحبيه لو بتدخلي على موقع رؤيا ان شاء الله بتلاقيهم. هلا بدنا نحط شويه فستق.
شايفه قد ايه جمدت بسرعه؟ هدول الجداد السخنين يعني. فيك تحطي مثلا، انا مش حاطه بس نقدر نحط هيك معلقه عسل. انت ما حطيتي عسل؟ احط والله احلى. هلا بدي اقعد اكله. مش احلى؟ خلص مو احلى مع العسل. هي كترتين حلوين ديما، كتره الغلبه هاي. خلص طيب اوكي.